السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن هجمة البيتيا اللي شغالة حاليا دلوقتي بقالها كذا ساعة من الصبح. المشكلة مع الهجمات ان هي بتستخدم نفس الثغرة اللي تم تسريبها من وكالة الأمن القومية الأمريكية مؤخرا، واللي انتشرت من خلالها اللي هو الفيروس اللي هو وانكراي، اللي هو اللي كان حصل من حوالي شهر تقريبا او اقل طبعا. لكن الهجمات ده اشرس بكتير طبعا، اللي احنا شايفينه دلوقتي ده بس مباشر للهجمات اللي بتحصل، وده صوت الهجمات اللي بتحصل بتتكرر ورا بعضها، اشرس بكتير من الهجوم اللي فات الوانكراي. تمام، طبعا نفس الكلام بيشفر الملفات وبيطلب طبعا فدية مقابل اللي هو يرجع لك الملفات تاني الخاصة بيك. هو هاجم بعض المنشآت الحيوية زي المطارات والشركات، اسمه دلوقتي بيتيا، هجمات بيتيا. الفرق بين المخيف بين الهجمات دي والسابقة كان ممكن نحنا نتقي شرها من خلال تطبيق تحديث لسد الثغرة اللي اعلنت عنها مايكروسوفت في الشهر الثالث السابق. تمام، لكن هذه المرة حتى لو مطبق التحديث اللي فيه الترقيع الامني اللي بيسد ثغرة البروتوكول برضه هتبقى معرض للهجمة الجديدة. تمام، لانه مختلف، الفيروس بيستخدم ميكانيزم مختلف خالص. تمام، فمش هتقدر تعمل اجراءات وقائيه عشان تقدر تطلق البروتوكول المرتبط بالثغره دي. طيب ايه اللي اقدر اعمله؟ نحنا ممكن نطبق التحديث الثالث، يعني لازم تطبق التحديث الاول. لو ما كنتش طبقته هتلاقي الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله للتطبيق للتحديث. تمام، وكمان هنديك أداة ممكن تنزلها كإجراء تاني لسد الثغرة، برضو هنزل التحديث الرابط بتاعها هتلاقيه أسفل الفيديو. تمام، هتعطل الأداة اسمها WMIC، يبقى هتلاقي رابط نزل منه التحديث ورابط تاني هتعمل عملية تعطيل WMIC. تمام، وكمان هنجي أداة اسمها تبع كاسبر لاب، نزلها اسمها كاسبر لاب انتي رانسوم وير. تمام، هننزل برضو رابطها هتنزلها عندك على الجهاز. طبعا دي اقوى اداة ممكنة موجودة حاليا. التلات ادوات دول هما اللي تقدر تنزلهم عندك على الجهاز. هتلاقي طبعا الروابط لاتقاء شر الهجمات اسفل الفيديو. ياريت تنزلوا التحديثات دي، التحديثين، و نزلوا كمان الكاسبر، اداة الكاسبر. واتمنى تكون مشتركين مع قناة دكتور كمبيوتر. انتوا مشتركين معانا، الروابط اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.